مرحبا واهلا فيكم. انتشر بشكل او على نطاق واسع مقطع صوتي لعضو مجلس الشعب السيد ناصر ناصر في جدال مع رئيس مجلس الشعب يشكي له هم المواطن السوري. انتشر المقطع واثار الجدل. خلينا نسمع المقطع وبعدين منعلق عليه. سيد الرئيس، شو مطلوب مننا الحكومة؟ شو مطلوب من الشعب؟ نرفع ل10 رفعناها. لو محمد الله يخليك سيادة الرئيس، أنا مواطن سيادة الرئيس. مجلس شعب، لا رفعنا سيادة الرئيس. وين الدعم؟ أنا منتخب من الشعب سيد الرئيس، أنا منتخب من الشعب سيد الرئيس. لا رفعتنا ال10 وهجرتنا وعملت لنا جلطات، جننت الأهالي، جننت العالم. وين هاي الحكومة؟ شو هي اللي قدمته لها المواطن سيد الرئيس؟ نحن محاصرين سيد الرئيس، وفي عندنا قانون قيصر، لكن ليش محاصرتنا هالحكومة؟ ليش محاصرتنا بضمن أراضينا؟ نحن شو دخلنا بالمعابر إذا مختلفة على بعضها؟ ما ها نحن بنقول هاي بلد لبنان شقيق إلنا وزور بينا وشعبين ببلد وما بدري شو بنحكيها. ما هي قدمت لنا كل شيء من عندها، ليش الحكومة مسكرة على الحدود؟ هاي أساس مشان يحفظوا على الدولار. العالم ما تبيع أملاكها وتحولها لدولار وذهب وتروح تشتغل فيها وتستثمرها برا. أي حكومة أنا بقاند بدي برر لها يعني هالأشياء اللي هي فيه؟ أي حكومة شو بدي برر لها؟ شبابنا تهجرت، أبهاتهم انجلطت وماتت، نحن ما عندنا حركة سير. هلا وين النفط؟ يعني انت عم تزيد مشتقات النفط وهي ما انا موجوده، والفعاليات الاقتصاديه الزراعيه واللي صناعيه واللي مهنيه كلها سكرت لانه ما انا موجود المادي اللي هي هنون. هاي اساس عم ترفعوها لهالامور هاي. شو بنعمل؟ بدعي لهم الله يرحم المثل، الايد ما في عليها ادعي لها. ولوين وصلنا نحن سياده الرئيس؟ الاهالي ماتت. شو هال 100,000 وال 200,000؟ انا اليوم جاي 3 ايام مع مجلس الشعب، بدي كلفوني 300,000، انا عضو مجلس الشعب كلفوني 300,000. كيف بدها تكلف؟ كيف عائله مكلفه من 5 افراد بدها تكلف يعيش من 150,000؟ حكومه صبرنا. لو ما بدنا نصبر عليها سيد الرئيس، انت رئيس مجلس الشعب وممثلنا وكنت قاعد محلنا هون وتدافع عن الشعب، لو ما بدنا نضل؟ انت رئيس مجلس الشعب يعني كنت عضو. نحن شو بدنا نعمل سيد الرئيس؟ يا سيد الرئيس يعني هاي الحكومه لوين مات؟ يعني شو بدها تعطينا جديد؟ شو هو الجديد اللي عندها؟ ومشكله اذا نعم مشكلتك مع رئيس المجلس؟ لا، انه انت رئيس المجلس يعني لازم يكون نحن يعني يكون بهالمجلس يا سيد الرئيس. يا زميل ما عم بقول لك ليش كل العناوين؟ ما عم سيد الرئيس، يا سيد الرئيس من زميل وعدك، اي زميل ما حدا قال لك انه انت كنت وانا كنت مكانك يا سيد معك يا سيد الرئيس. يا سيد الرئيس نحن صرنا يا زميل الله يخليك، انت استعملت اسم رئيس المجلس، شو بدك برئيس المجلس؟ نحن مجلس برئاستك يا سيد الرئيس، ما قدمنا شيء، ما عم نقدر نعمل شيء مع هالحكومه، ما عم نقدر نقدم لهالشعب. اعطينا نحن بحاجة حكومة إنقاذ، حكومة تصريف أعمال، حكومة عسكرية. نحن وين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح سيادة الرئيس؟ وين بدنا نروح يعني؟ وين بده يروح الشعب السوري؟ إذا هنو بدنا يهجرونا ما لنا راح نتهجر نحن بقرارات للحكومة. إذن هذا المقطع يلي تم تداوله لعضو مجلس الشعب ناصر، يوسف الناصر اسمه، وهو عضو مجلس الشعب، عضو برلمان عن حمص منطقة القصير يلي معروف مسيطر عليها حزب الله، وعن فئة العمال والفلاحين، يعني فينا نقول انه هو بعثي يعني من حزب البعث العربي الاشتراكي. طبعا اللغط صار حول موضوع رد رئيس مجلس الشعب وقت قال له انت ما بتمثل غير نفسك. اساسا رئيس مجلس الشعب الحقيقة متوقع ما ذهنه مد يعني التمثيل الجماهيري. رئيس مجلس الشعب عنا هو بيعرف حاله، انا متأكد من الكلام، انه هو مسؤول عن ضبط اعضاء مجلس الشعب ضمن اجتماعات مجلس الشعب او الجلسات، ما عنده أكثر من هيك. لا هو ولا أعضاء مجلس الشعب أصلا بمد ذهنهم أو هن مطلوب منهم أو يسمح لهم أن يمثلوا مصالح الشعب، يعني هذا أكيد. وحتى إذا بتدققوا بالنقاش فهو عم بيقول له شو نحن لازم نرفع ال10، رئيس مجلس الشعب بيقول له لا ما حدا طالب منك ترفع شيء، أنت بتمثل نفسك بين أعضاء مجلس الشعب. وطبعا أيضا هذا التصريح وهذا التعقيب يعني يشكل فضيحة، لأنه يمثل على الأعضاء، يمثل كل الشعب السوري، عضو مجلس الشعب، عضو البرلمان، يمثل كل الشعب، مو بس يمثل منطقته.
ولكن انا يعني انا بحكي من منطلق ومن منظور حمودي صباغ، السيد حمودي صباغ رئيس مجلس الشعب، يلي هو ما انه متعود غير يضبط الاداء، هو مسؤول عن الاعضاء. ونحن كل المؤسسات، كل التشكيلات، شو ما بتكون سموها، الجمعيات، النقابات، مطلوب منا انه تضبط القاعده باتجاه الراس، يعني لمصالح الراس وليس العكس. فما عنا هذا الموضوع نحن، ولكن بكل الاحوال هو كان تصريح غريب ويعبر حقيقه عن واقع مجلس الشعب، انه كل عضو من اعضاء مجلس الشعب لا يمثل الا نفسه. ولكن انا برايي الفضيحه اكبر من هيك، انه مثل هالاحداث. طبعا السيد ناصر هو اذا بنراجع بنعمل بحث على اسمه، دائما بيحكي وبيستهدف الحكومه ونبرته عالي، يعني شكله مدعوم، فبيحكي بهذا الموضوع. هالموضوع هالمرة كان الكلام سجل، لذلك عمل ضجة. ولكن مثل الأحداث العابرة هيك كل كام شهر، كل كام سنة، بنتذكر أنه نحن عنا مجلس شعب نوخ، والله عنا مجلس شعب نحن. فأساسا نحن ما بنعرف أنه في اجتماع، هو عم يجتمع أو ليش عم يجتمع، وأصلا متوقعين أنه يكون هو جزء من الحل. إذا بتلاحظوا يعني حتى في القناة كل الحلقات اللي سجلناها على مدى السنتين الماضيات، ولا مرة خطر لنا نحمل أصلا مجلس الشعب أنه هو يقوم بدور أو وينه أو نتذكره. هو غير موجود حقيقة، هو يعني مؤسسة أو سلطة معطلة تماما، وكل صلاحياتها يعني مجيرة إلى الرئيس الأسد. فأنا برأيي الفضيحة أو يعني بهيك حوادث هي بتذكرنا أنه في نحن مجلس الشعب، ويتم انعقاد جلسات لهذا مجلس الشعب. ما بنعرف الجلسات ضمن يعني الدور الطبيعي استثنائي شو شغلتها، ما حدا عنده معلومات، وما بيهمنا الحقيقة. وأنا برأيي هي الفضيحة. اثنين، أنه الحل اللي طرحه السيد ناصر، رغم أنه كانت يعني نبرته مرتفعة، واضح معصب، هلأ يعني لازم نعرف ليش معصب هو. الحل اللي طرحه الحقيقة بيقلل كتير من قيمة الطرح وقيمة ما يعني جرى في أروقة مجلس الشعب، لأن هو بالنهاية صب جام غضبه على الحكومة. وأنا بدي أفترض أنه راحوا معه وغيروا الحكومة، اليوم الرئيس الأسد غير، عمل تغيير حكومي، شو راح يأثر هذا الموضوع؟ ولا لامس أساسا السبب الأساسي يلي نحن خلانا عم نعيش الكارثة اليوم، ولا ممكن يشير إلى، هو معه حق، لأن في حال أشار إلى واللي هو موضوع يعني الاستعصاء السياسي، أنه لازم نمضي بالحل السياسي، لازم بقى يعني يكون في نوع من التغيير السياسي بسوريا لحتى تمشي الأمور للأمام، ما بيحسن يلامس هذا الموضوع لا من قريب ولا يعني بعيد، لأن بيصير خارج المجلس، ويمكن يصير يعني نهايته صورة من صور قيصر المعروفة. وعمليا انه حتى عضو مجلس الشعب ناصر الناصر هو مانو بيصدد ومانو ضد النظام اصلا، يعني هو يصب جام غضبه على الحكومة. ولكن اذا بنراجع صفحته الشخصية بنشوف انه هو من عظام الرقبة، يعني هو ما في عنده اي مشكلة مع النظام، هو بشكل طوعي مؤيد واكثر من مؤيد، واضح من صفحته وتفاعله على صفحته على الفيسبوك الرسمية، يعني التابعة له المكتب الإعلامي، هو عم بيقول. فهو يعني ما له بوارد أصلا يصطدم مع النظام أو يطلب بتغيير، يعني أي تغيير على ماهية هذا النظام السياسي اللي هو يعني ممكن يكون الحل الوحيد لما نعيشه اليوم. ولكن بكل الأحوال هو كان معصب، ولازم نحن نحاول نبحث بكلامه شو يلي استفزه للسيد ناصر وخلاه يحكي يلي حكى. الحقيقة أنا عدت التسجيل أكثر من مرة، وفي يعني هيك 10 أو 15 ثانية لفتت نظري، رح أسمعها مرة تانية أنا وياكم. نحن شو دخلنا بالمعابر إذا مختلفة على بعضها؟ ما نحن بنقول هاي بلد لبنان شقيق إلنا، وزور بينا، وشعبين ببلد، وما بدري شو بنحكيها. ما هي قدمت لنا كل شيء من عندها، ليش الحكومة مسكرة على الحدود؟ هاي أساس. مثل ما شفتوا عم بيحكي على لبنان وعلى المعابر وعلى سور بينا، وانه ما بيكفي يعني قانون قيصر محاصرنا، انتم يعني بتحاصرونا من خلال المعابر، وانا شو دخلني مين بيكون مسؤول عن المعابر وخلافات المعابر. فهو عم بيحكي، طبعا ما عم بيحكي عن المعابر الشرعيه لما في عليها خلاف، فاكيد عم بيحكي عن معابر التهريب. هو يمثل منطقه القصير اللي معروفه انه هي مركز اساسي للتهريب ومصالح يعني من هم في تلك المنطقه على ما يبدو، و مزعوج من انه في تضييق. هو اشار للسبب انه موضوع سعر صرف الليره السوريه، يعني يمكن هذا يكون السبب واي اسباب اخرى، فهو متضايق لهذا السبب. يعني لو كانت معابر التهريب مفتوحه ما كان حكى سيد ناصر يلي حكى، لحتى نكون يعني ايضا موضوعيين. اساسا هو عنده صوره شهيره مع مهربين لجرات الغاز من لبنان، ويعني كاتب عليهم ومشجعهم انه هن عم يسدوا عمل او عم يسدوا النقص يلي عم تتسبب فيه الحكومة. هلأ بغض النظر عن الموضوع، ولكن لا يجوز لعضو مجلس الشعب
أن يطلب من رئيس مجلس الشعب فتح معابر تهريب في تحت قبة البرلمان أو قبة مجلس الشعب. والأحلى من هيك أنه رئيس مجلس الشعب ما استفسر على هالنقطة، علق بالشكليات معه على موضوع أنه مين طلب منك نرفع العشرة، ما طلبه بتمثل وما بتمثل. يعني كان لازم يسأله أنه شو قصدك بهذا الموضوع، شو طلبك بالتحديد، شو يعني صور بينا ومعابر والآخري. ما تم الاستفسار عن هذه النقطة أبدا، ولو كان فعلا طالب فيها بشكل رسمي أنا بتوقع يتطلب يعني محاسبته ومساءلته على هذا الكلام بشكل أو بآخر. طبعا أنا مو أنه والله لا ضد ولا مع التهريب، أنا بالنهاية مع كل شيء يخفف عن المواطن السوري اليوم، ولكن ما بعتقد فتح منافذ التهريب ممكن تخفف اليوم على الوضع العام، الوطأة اللي عم يعيش فيها سوري، ممكن تحل مشكلة منطقة معينة يعني تمشي لهم أمورهم أعمالهم، يعني يكون الدخل يلي متعودين عليه يبقى كما هو، ويمكن يعني يسبب لهم بالثراء لمجموعة معينة، ولكن أكيد رح يضر بالنهاية على المستوى الوطني على مستوى الاقتصاد السوري، فهو ما هو شيء صحي الحقيقة لحتى نحن نوقف معه. ولكن واضح مرة تانية يعني أنا هذا اللي بيهمني من استماعنا للمداخلة بشكل دقيق، نتفق أنه اللي أوجعه لسيد ناصر هو هالجزئية بالتحديد. نهاية بنرجع بنأكد أنه ما نعول كتير على أعضاء مجلس الشعب. تركيبة النظام السوري والصلاحيات الواسعة للرئيس بالدستور أساسا ومن خلال الممارسات واستحواذه على كامل السلطة، هون بدي نوه دائما بلوموني أنه أنت ليش بتقول عليه رئيس، أنا بقول عليه رئيس، هو هذا الموضوع يعني ما هو مقبول فخامة أو السيد أو رئيس لحتى يتحمل المسؤولية. الرئيس هو تكليف، وتنقول الرئيس الأسد يعني نحن عم نحمله المسؤولية على كل ما جرى بما فيه هذه الممارسات وغيرها، مثل إلغاء مجلس الشعب وشطبه تماما من تمثيله لمصالح السوريين كسلطة يعني أحد السلطات الثلاث في الدولة. لذلك أنه أنا بتوقع أنه لا يمكن أن نشهد في يوم الأيام في ظل هذا النظام أنه يطلع عضو من أعضاء مجلس الشعب عضو في البرلمان السوري ويتكلم بحقيقة ما يعانيه السوريين ويشير إلى السبب الأساسي يلي عم يخلينا نحن نعاني ونعيش الحياة السيئة يلي عم نعيشها اليوم. هذا الموضوع لازم يعني نحن نتجاوزه، لازم ما نتأمل فيه. بتضل مثل الأحداث نوع من الأمور يلي بتذكرنا مو أنه عنا مجلس الشعب، أنه بالمستقبل لازم يكون عنا مجلس الشعب ويتم طرح كل هموم والتعبير عن مصالح المواطن السوري والدفاع عنا تحت قبة البرلمان، ويكون لهذه العملية أثر فاعل في النتائج وفي إصدار القرارات من قبل السلطة التنفيذية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.